فؤاد خلف المدافع لماجد براس براس المرمى براس الحلوة في المرمى هدف براس الحلوة راس ماجد يا حلاوتك يا ماجد يا حلاوتك يا ماجد في راسك الحلوة ما شاء الله تبارك الله عيني عليك باردة يا ماجد طالع طيران يطير في الهواء وبراسه على يسار الحارس والحارس لا يملك شيء الشاهي لا يملك شيء إلا أن الكرة تخش المرمى حطها في المرمى ماجد وسجل منتخبنا الهدف الثاني ده عبد الجواد وده ماجد عبد الله وده المرمى وده الهدف الثاني بعد 38 دقيقة سجلنا الهدف الثاني أصبحت النتيجة 2 المنتخب